اللهم إن هذا يوم الجمعة فافتحه علينا بطاعتك واختمه لنا بمغفرتك ورضوانك وارزقنا فيه حسنة تتقبلها منا وتزكيها وتضاعفها لنا وما عملنا فيه من سيئة فاغفرها لنا إنك غفور رحيم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا حلوين، كيفكن جميعا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن. إن شاء الله يا رب دائما بتكونوا بخير وصحة وعافية. إن شاء الله يا رب جمعتكن مباركة بالصلاة على النبي، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفيديو اليوم كتير حلو ومميز، ورح نحضر مع بعض كذا وصفة. إن شاء الله يا رب هيك تكون وصفات اليوم مفيدة وعلى ذوقكم. رح نحضر مع بعض بسبوسة بطريقة جديدة، رح أحضر معاكم مخلل الفليفلة ورح نحضر الهالبينو. فيلا حطوا لي لايك وخلونا نحضر الفيديو مع بعض. كيفكن صبايا؟ شو الأخبار؟ طمنوني عنكن. كيف الأجواء عندكن اليوم؟ يعني نحن اليوم أجواءنا بين مشمس وغائم، بس يعني بشكل عام الجو كتير حلو. طبعا كنا مرتبين البيت كلياته ومخلصين أمورنا جوا، بقيان علي بس وجبة غسيل حطيتها بالغسالة، قلت على بين ما انه اشطف البلكون اسقيل الزريعة اشرب قهوتي بكون صارت وجبة الغسيل. بقى بدي انشر بنشرون وفوت بقى لجوا بشوف ايش في ورانا اشغال عم تستنانا. وبس بدي اذكركم يا صبايا، اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون وحبيتوه وما كنتوا مشتركين بالقناة، بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم كل فيديوهاتي. وحبايب قلبي الموجودين بالقناة بستنى تعليقاتكم ولايكاتكم الحلوة. خليلي اياكم جميعا عن جد هيك مبسوطة فيكم قد الدنيا، وكلامكم الحلو ربي يسعدكم جميعا ويخليلي اياكم ما يحرمني منكم من دعواتكم الحلوة. شكرا لكل حد عم يكتب لي وما عم برد عليه، عن جد يعني انا والله امبارحة حاولت اني رد على التعليقات بس ما شاء الله يعني التعليقات اللي اجتني اليوم كتير حلوة، فشكرا لكم، شكرا على كلامكم اللي بتكتبوا لي، عن جد يعني والله بتخجلوني بكميات التعليقات والكلام الحلو اللي بتكتبوا لي هو. فان شاء الله هيك دائما انا وقناتي بنكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله منا للافضل بفضل الله ودعمكم ووقفتكم معي. شكرا لكل حدا يعني بتجاوب معي بالفيديوهات، شفتوا يعني ما في فيديو يعني بحكي فيه او بسألكم شيء، ما شاء الله يعني والله اغلب الصبايا بيفيدوني، فشكرا لكم جميعا. شفتوا صبايا امبارحة وقت اللي صورت لكم هاي الزهرة اللي عندي، صراحة ما بعرف ايش اسمها، يعني كل واحد بيقول لها اسم شكل. وقت اللي كنت عم بشيل البذور في كذا وحدة قالت لي انه لا تشيلي البذور، البذور هن نفسهم رح يطبوا ويطلعوا يعني بالارض انه على فصل الربيع. بعرف صبايا اصلا انا قلت لكم انه دائما
هو بالأحرى من وقت اللي سكنت بهرو هلا، ولما بشطف بمسح المي بينزلوا على الحديقة، فشفتوا شلون طالعين يعني. بس أنا البذور اللي عبلمون بدي أزرعهم إن شاء الله على السور يعني، عشان هيك عبلم البذور. هلا هون بقى سقيت الزريعة وعملت لها هي غسلة سريعة وشطفت البلكون ومسحته وصار مثل الفل. هلا هالايام ما كل يوم عم بسقي الزريعة، تقريبا كل 3 ايام، وما شاء الله حسيتهم يعني ما بيدبلوا وما بيعطشوا. قبل لا كان الجو شوب، تقريبا اسقيهم كل يوم او يوم ايه يوم لا، فهلا انه حس هيك كويس يعني عليهم. فبما انه هلا خلصنا بقى شغلاتنا جوا وبرا صار مثل الفلة، صار بقى لازم نعمل فنجان قهوة ونقعد نشربه على رواق على بين ما يجوا الولاد من المدرسة. وهلأ هيك صارت قهوتنا جاهزة، يلا ناخدها ونروح على الحديقة. القريب يحول، خلونا هيك نشرب فنجان قهوة مع بعض ونتسلى. صبايا بما انه عم نحكي على الحديقة وعلى شغل الحديقة، وما شاء الله يعني كلياتكم عندكم خبرة بالزراعة، وانا يعني هيك خبرتي على قدها، او بالاحرى يعني بداياتها وتعلم منكم. الشتلات القرع عندي يعني تقريبا نشفانين نصهم وبقيان نصهم، بس لهلا فيهم زهرات. قولتكن هدول الزهرات رح يصيروا يعني رح يصيروا حبات قرع ولا خلص يعني ما في امل منهم؟ وخاصة اللي عندي يا هون عند المدخل، يعني مش اقصر لون من اول السنة لهلا ما شالوا يعني ولا زهر ولا فين ولا حبة، هلا مزهرين. فانا ناوية اني نظف الحديقة كلياتها، ايش رأيكن شيلون ولا اتركون بما انه فيهم زهر؟ بس مثل ما بقلكن يعني انه هلا صار الموسم باخره، فمعقول هدول الزهرات يلحقوا بقى يصيروا قرايات ولا شلون؟ هلا هون قلت خليني اشرب قهوتي وبعدين بدي اقوم اشتغل بالفليفلة. شفتوا ما شاء الله الفليفلة اللي قطفتها امبارحة، حتى والله بعتت لها للجارة انه بتريدي منها، قالت لي لا انه هي حدين احنا ما بناكلها. فقلت يلا خليني هيك طالع شطارتي ومهارتي وابداعي واشتغل بهالفليفلة لأشوف ايش بده يطلع معي. شفتوا قلت لكم من امبارحة بدي غير بطرق تخزينها، يعني بما انه سويت يعني تقريبا كل الطرق اللي كتبتوا لي اياها صبايا انا مساويتها، سواء تجفيف، يبست منها فليفلة، حطيت منها بالزيت، عملت هالبينو. بس هالمرة حبيت اغير واعمل شغلات جديدة. نقيت الفليفلة الطرية كلياتها وعملتها مخلل، يعني حبات مخلل فليفلة، هلا فرجيكم اياها مثل ما هي بدون تقطيع. والحبات الكبيرة قطعتها وعملتها هالبينو، وكمان شلت كمية منها مثل ما هي حطيتها بالفريزر، انه قلت لكم بستخدمها مع الصواني وهيك وللطبخ وللكبسات، كتير بستفيد منها بالشتوية. باقي عندي شوية فليفلة حمراء ما بعرف هلا اللي قال لي نشفيها صراحة يعني ما بقت تنشف. شفتوا حتى هون انا وقت اللي جيت اشطف البلكون كان عندي من قبل يعني انه انا لما اطلع اطيف مثلا للعشاء ناكل كم حبة واللي بيزيدوا خلاص بحطهم بهذا الجاط وبحطهم هون بنشفوا. بس ايش مشكلتهم؟ بتحسون دبلو دبلان، بس ما بقيت الفليفلة تنشف تي، بس يعني اخرج اني افرمها. وكمان شفتوا من فترة كنت عم نشف فليفلة حمراء على الشمس، تقريبا اخذت معاي شهر من وقت اللي كانت مرت عمو انا غسلتها وحطيتها، هي قطفت لي اياها هديك التقطيف الله يعطيها العافية. ضبيتها من كم يوم نشفت، يعني مو نشفت يبست، صار بقى بدها فرم لحتى تصير فليفلة ناعمة. وهلا هون خلصنا قهوتنا وقلت لها بنتي غسلي لي الفليفلة وجيبي لي اياها خلينا نشتغل على البلكون، بما انه الاجواء يعني برا كتير حلوين. وغير هيك يعني تقطيع الفليفلة لما بتكون حادة ومكان مسكر عن جد يعني بتصير كتير مزعج المكان. فقلت بما انه قاعدين برا خلينا نقطعها وهيك مندخلها لجوا وهي معباية بالمطربانات وخالصة. فبنتي الله يعطيها العافية هي ساوت لي الهلبينو وهي قطعته، وانا ساويت المخلل. هلا شفتوا الهلبينو
بعد ما غسلت الفليفلة قطعتها وبدون القمع أو العقد تبع الفليفلة، المخلل لا مثل ما هو، بس عملت فتحات بحبة الفليفلة أو قرن الفليفلة وحطيتهم بالمطربان فصاروا معاي بهذا الشكل. وهلأ هون هاي الفليفلة حطيتها بكيس التفريز، مثل ما قلت لكم بدي ضبها بالفريزر، وزاد عندي شوية فليفلة حمراء فحطيتهم على البلكون مع الفليفلات اللي كانوا موجودين من قبل. هلأ طريقة الهلبينو أو المحلول تبع الهلبينو بيختلف شوي عن المخلل العادي. هلأ اتنين حطيت لهم توم، المخلل العادي بحط له أنا كزبرة، بحط لكل لتر لكل لتر ماي 4 معالق ملح ومعلقة سكر وكاسة شاي خل. هيك المخلل العادي بشكل عام، يعني اي مخلل الفليفلة الخيار القتة، بس اذا كان بدي اعمله مونة فضف له معلقة ملح زيادة. احيانا بحط الخل والملح والكزبرة والسكر كلياتهم بحركهم مع بعض وبضيفهم فوق المخلل. احيانا شفتوا هلا مثل اليوم حطيت الخل لحاله، حطيت الكزبره وبعدين ذوبت المي والملح والسكر وضفتهم فوق المخلل. هيك شلون من اجت معاي بتجي، والحمد لله رب العالمين يعني بيطلعوا بشهوا القلب. على فكره بس من واحد انه قعد يعير ويونون وزبط وما زبط ويعقم فما بيزبط معه المخلل، فهيك سموا بسم الله وتوكلوا على الله واشتغلوا والله بيطلع معاكم بشهي القلب. هلا هون بعد ما خلصت المخلل قلت خليني اساوي الهلبينو، شفتوا عيرت الخل. هلا انا بعرف هذا المطربان بياخد كاسة ونص مي فبده 3/4 الكاسة خل ومعلقة ملح لكل كاسة مي وتقريبا نص معلقة صغيرة سكر، بس ما حطيت له شي، والمي عم بحط له اياها مثل ما لكم شايفين عم تغلي. بدي سكره وقلبه على تمه لحتى انه مو يضغط، لحتى هيك تتبلبل حبات الفليفلة كلياتهم بالمي. هلا لما كان الجو صيف وشوب اكتر من هيك نساوي الهليبينو مثلا المساء، لتاني نهار الصبح بتلاقوا تغير لونه وبلش يصفر، بس انه لحتى تاكلوه ويصير طيب يعني بده يومين ثلاثة. بس هلا يعني انا ساويته امبارحة واليوم والله مثل ما هو ما تحرك فيه شي، فشكله يعني بده كمان انه وقت لحتى يستوي ويصير طيب. هلا هاي الكمية اللي سويتها ما شاء الله يعني كبيرة، ان شاء الله بتكفيني للشتوية. وشفتوا يعني بشكل عام انا ما بقي عندي فليفلة شلتها كلياتها، فهيك يعني ان شاء الله نكون خلصنا مونة لهي السنة وما بقينا نشتغل. والله يمكن ما حدا قدي هاي السنة اشتغل وسوى مونة وخزن شغلات يعني انه موجودة بالصيف وكلياتها من حديقة البيت، وان شاء الله بنستفيد منها بالشتوية. حتى على فكرة بعد ما خلصت الهلبينو شفتوا امبارح قلت لكم بقيان عندي مطربان مكدوس فلازم طالع واحشي، فطلعت المكدوس وجهزت الحشوة وكمان حشيت مطربان، قلت هيك على بين ما يخلص اول واحد يكون الثاني استوى وصار جاهز للاكل. فيديو اليوم ما شاء الله منوعة لكم بالوصفات، مخلل هلبينو مكدوس، وهلأ صار دور الحلو. قلت خليني اعمل بسبوسة اليوم. الطريقة اللي عملي فيه البسبوسة للأمانة اول مرة، يعني هي اول مرة بجرب هاي البسبوسة، بس انه كتير معروفة هاي الطريقة اللي هي بتكون المكونات كلياتها بعلبة القشطة، فقلت خليني جربها. وتغيير عن بسبوسة السبع كاسات او البسبوسة اللي بتكون بالقشطة او الهريسة العادية، قلت خليني جرب هاي وشوف شلون رح تطلع نكهتها. هلا للامانة اليوم ما دقت استوت يعني، وبس انه لقيت الفيديو صار شوي طويل قلت خلص ان شاء الله بخليها معاكم للفيديو الجاي ومنقطعها ونشوف شلون النكهة. هلا اول شي جهزت البايركس، حطيت له طحينة وبلشت بتحضير البسبوسة. شفتوا المكونات اللي حطيتها كتير سهلة والله، من ريحتها وقت اللي استويت وهيك زينتها وشكلها مبينة يعني بتشهي القلب. المكونات اللي حطيته لهي البسبوسة مثل ما لكم شايفين كلياتهم عيرتهم بعلبة القشطة نفسها،
حطيت علبة قشطة كاملة، بعدين حطيت علبة زبادي، علبة زيت، هدول المكونات السائلة. حطيت حبتين بيض، المكونات الجافة حطيت علبة سميد وعلبة جوز الهند وعلبة سكر، حطيت فانيليا وباكن باودر. هدول هن المكونات اللي استخدمته لهي الهريسة. هلا بدي احركهم كتير منيح وحطهم بالبايركس، وبعدين بدي ادخلهم على الفرن. هلا انا حطيتهم على درجة حرارة 180 بالرف اللي تحت الوسط، اخذت معاي تقريبا يعني بين 20 و25 دقيقة، كانت مستوية ومتحمرة من فوق ومن تحت وما احلاها. هلا بامكانكم هي البسبوسة بعد ما تخلصوها، يعني مثل اي بسبوسة عادية، تستخدموا القطر لحتى تسقوها، بس انا شفت كذا طريقة عم يسقوها بالنسلة، فقلت خليني اجرب وشوف شلون بدها تطلع النكهة. ودائما لما بدنا نحط القطر للبسبوسة، عم بحكي عن البسبوسة، لازم تكون هي سخنة والقطر بارد او العكس. بينما الهريسة، يعني سواء النبكية او الهريسة العادية اللي بعملها، شفتوا دائما بتكون الهريسة سخنة والقطر عم بغلي لحتى تفتح معانا حبة السميد. هلا هون انا عندي البسبوسة سخنة، جهزت السائل اللي بدي اشربها فيه. مثل ما قلت لكم، حطيت نص كاسة حليب نسلة مع نص كاسة حليب سائل، حركتهم كتير منيح ونزلتهم فوق البسبوسة. وهلا هون بسبوستنا تشربت السائل او القطر. قلت لكم بامكانكم تستبدلوا هذا الحليب النسلة بالقطر. قلت خليني زينها، طبعا عندكم حرية الاختيار بالتزيين، بتحبوا فستة وبتحبوا جوز الهند، بتحبوا تتركوها سادة، شلون بتحبوا بتزينوها. ما قلت لكم انه عن جد يعني من شكلها مبينة بتشهي القلب، بس انتظروا النتيجة ان شاء الله بالفيديو الجاي. هلا اليوم ما كان عندي طبخ، بس صار وقت العشاء، فقلت لحالي خلص بكفي تصوير لهون، بدي اروح ساوي عشاء. بقيان عندي والله، شفتوا طبخت رز وبامة وطبخت فاصوليا وهيك، فقلت خلينا اليوم نخلص هدول الاكلات، وبكره ان شاء الله بطبخ طبخه جديده. فكان اليوم الفيديو بدون تحضير الغداء او الطبخه، بس يلا عوضناكم بكذا وصفه. وبتمنى منكم يا صبايا اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون، ما تنسوني من التعليقات واللايكات الحلوه. هلا هون هدول مخللاتنا اللي سويناه هون، وهذا مطربان المكدوس اللي ساويته. وبس والله ان شاء الله يا رب يكون فيديو اليوم هيك مفيد وعلى ذوقكم. ولهون بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، وان شاء الله بشوفكم فيديو جديد وروتين جديد على خير وهدات بال.